يا ابو احمد خلي كل شيء حوالين المشفى، اذا ما في طيران يطلع بسرعه. ثانية فجرا تم استهداف مشفى كفر ضخارين الجراحي بصاروخين فراغيات، مما ادى الى اصابات في صفوف المدنيين والمصابين الذين كانوا في داخل المشفى وخروج المشفى عن الخط. توجه فرق الدفاع المدني الى المشفى، عملت على اخلاء المشفى، سجل بعض الاصابات بالطاقم الطبي ادت الى خروج سيارات الاسعاف عن الخدمه، والمشفى حاليا خارج الخدمه. جايين نستهدف المشفى، ادى الى دمار كامل المشفى وادى الى اصابه المصابين فوق اصابه من كادر المشفى، حاليا خارج الخدمه تماما. اضرار جسيمي سواء كان بالمعدات ولا كان بالمشفى كبناء. طبعا المشفى تابع للرابط الطبي للمغتربين السوريين.